بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الثالث: كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. بحثي سيهم عن باسي نوسيني حديث ضبط كدني حديث بهردو بشكي بضبط كتابة بضبط صدر وتصنيف كدن لا حديثة، يعني نوسيني كتاب لبابتي حديثة. باسي اشتعنا كنزين حكم كتابة حديث رتا تشيا نوسيني حديث جائزة يانما. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال. سلفي صالح لصحابة ولتابعين رأي جياجيان هي سبارد با نوسينوي حديث، فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. هنديك لا زانياني سلف نوسينوي حديثيان بمكروه داناوا، لوانش ابن عمر ابن مسعود زيد كري ثابتة، وأباحها بعضهم هندكش بمباحيا داناوت يانا جائزة حديث بن سريتوا كلوانا عبد الله كري عمرا وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة عبد الله كري عمر أنس كري مالك عمر كري عبد العزيز والزربي صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم نسينوي حديثيان بجائز داناوة. فاشان ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف. دواي لدواي أمان يعني لدواي أم تشينا إجماع لسر أو فيابوكا جائزة نسينوي حديث وأو خلاف كيشي لبين علماء وزانايانا، إنما كديالا يعني بيشتر كومالي هو كاريبو أسبابيبو بوشي اختلافيان بلو مسألة بخاتري أو أسبابانا هندق بمكروهيان دانا. لبرو جار خويل صدامي في غمبر صلى الله عليه وسلم وأنا وخلفاء دا سردم يعني لبرو دا ترسان قرآن وسنة حديث القرآن تيكال كرابيكا يان خلق زور بشر كان دا قرآن ما ترسي أو أكرا كخلق بتواتي بج لقرآن هل كانوا رولا سنة كان اتر كاريان بقرآن نبيت دوا تركا أو بيرستيان أو أسبابان أو ما ترسيان النمان وأمجا نيازيش بيابو بوي كمسلمان أحاديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوكنا وبراسي يعني بينو سنوا خلافك رفع بو يعني هست باحتياج النياز كرا ككم كم اتر دواي أو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دیار رسدمی خویا زور احتیا یعنی هست بو نیاز نه یکرا بنوسینه وی حدیث اور پیغمبر خو علی صصم تشریف یهبو د زمانی خلفا ش دیار طبعا یعنی هر کم تر یعنی خلق احساسی او نیازیان کردوا و او مترسیانش هب و لپنایا لبر و او خلاف جیاجیا الرایه هب لنیوانیانا. ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. هو أقر حديث لكتب كان ننس رايته بضبط كتابة ضبط نكرايت أولا زمن كان دوايدا لا شرخ كان دوايدا متى بدلم عصر إيمدا يكسر حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم همي زايع أبو لبين شكس شن أقر حفظ شكرايا لسينا كان معبولا كم محادثين وفاتي أنا كر أرويشتن تردوائي آثارك نيماوا بلام لكتابة ديارك نستايوا أقر زانيانج وفاتي أنا كر دوائي خويا أنهر أمينيتوا. بوي أفرمي السبب أم اختلافتي، والسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي. بلام زانيان لدوائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو ام خلافه انت يدرس بوه سبب ام خلافتيه كوملك احاديث متعارضه كوملك احاديث كتعارض يعني هي لاباحه ونهي هندك يعني
بمباح دائنين حديث كان في غنبر عليه الصلاة والسلام هندك شان نهي أن كردوه أفرمي حديث من وسنوا لبرو أمتع عارزي بين أحاديث أبو بسبب زيازيي الرأي كاني زانان سبارد بن وسنوي حديث يقول لو حديثان حديثك حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمی لمن و غیر قرآن ننوسنوا هات چی قرآن بو آیت بو بینوسنوا غیری او چی ارکس اشتی کی تر نوسیو غیری قرآن با پاکی کاتو دوهم حدیث اباحه کیا ک اباحه او حدیثه ک پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم با کابرای ک نای ابو شاهب هاتو دای ک حدیث بو بینوسنوا فرمی اوتی پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اكتب لی ابی شاه وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبد الله بن عمر فرمي حديث بن سنبو أبو الشاه باشا وكما الله حديث تريش هي كديسا هر مباح بني كتابة نسين وحديثة جينا كلوانا في غمر عليه الصلاة والسلام إجازي بعبد الله كري عمر داك حديث بن سيتوا بل أمزان أم حديثانا كتعارزيان لبينا هي أم حديثانا جمعيان شونا اي امكاني جمعيان هي امكاني جمعيان يقر امكاني جمعيان هي شون جمع كلمة لقد جمع العلماء بين احاديث النهي والاباحة على وجوه زنان بتسن الشواز يقر حديثانين كوكروتو منها لوانا قال بعضهم يكل الشيوة كان الاذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب هندق أن أميك إذن درا وبنو سينوي حديث بو كسيك ما ترسي أو هيا ترس هيا لسريك حسكي لبير شيتوا جالبر أو إذني فدا وبينو سيتوا نهي كش بو كسيك كوا أمين للنسيان لبير شونوا حافظي قوتي يعني ضبطي تامي هيا حفظي تامي هيا لبروان ما ترسينا بيرتونوينيا وأترسريك اتكال واعتماد كات فقط سر خط أقل نوسيتي يعني فقط لسر نوسينا كان اعتماد كاتر لسر لسر حفظو لسر حفظ اعتمادنا كات لبروا ترسي أواحيا كامروكا خارجنا مثلا حديث لهمو علم كانا أمرك أو ما ترسي الجزء ولا سركم ملقيه ما كهر اتكال لسر خط نسره كان متر حفظ براسي بايخي بنادري نموتوني دين وكو حفظ يعني كاس حفظي أكا أنا حديث نا علوم يتر اتكال كراءة سر اعتماد كراءة سر خط نسره كان وكتابة كان وهركز صرابرين كتابة ديجيتالية كان وهركز أوتي اشتي بيبلا اشتي لبركة عليه وهمو علم كان وتناو قشية كما تناو كمبيوتر كما ودسمية دبر خلق روناكا تحفظ كذب وقال بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك وعلى هذا يكون النهي منسوخا هندك دلين نهي كبو أو هاتوا لك ترسي أو أبو قرآن لقال غير إخواتي يكل كريت ترسي أو أبو حديث لقال قرآن تيكل بيت بيكاو يعني أو جانك لنا بخلق دواي إذن دراوة بكتابة لدواي أو كأو ترسنما كأمان لو حاصل بو أتر قرآن تواو النسرايا جمع كرايا حفظ كرا لدفي مصحف كان حفظ كرا أو ترسى تعزنما أمروك تعزى أقرها مو عالم بين بنوسن كسنات وانا بيتيك ده قرآن زياد وكم كا يعني حديث يكخلتنا قرآن تعزى قرآن بوها مو عالم ناسراو كس ليتيك ناسيا بس وعلى هذا يكون النهي منسوخا بنا لسر أمان نهي ككواب منسوخة يعني سرتا منهيب ونوسين ويحديث دواتر أو حكم نسخ أبوك أقشيك أم حاصل بلا مسألة يطلع بي قرآن وحديث بيك
ماذا يجب على كاتب الحديث؟ بلا متروت من الدواي أو إس إجماع لسره ويكن سنوي حديث جائزة. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ أو كثيك حديث أنسيتوا شيء بيست لسري. ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس ويشكل المشكلة، لا سيما أسماء الأعلام. بيست لسر كاتب حديث أو كسيك حديث أنستوا همتي خوي إرادي خوي صرف كابوتي سبت وزبت كردني حديث باشا و ريكوبيا كردني الفاظ حديث هم دروي شكله هم دروي نقطه، يعني هم نقطه جزاريب كات هم شكل كان سروجيرو حركات كان شي بدابنت باشا بشواز يك التباس روندا التباس روندا، يعني تو جاري وهي سي فعلك مثلا اسمك ابيني بفتحه بكسره سر اللي يشوي جا أبي حتما وكسي كائن مستو سروجيري كامري بوبكا وكو خوي بو اويكا كلميك لكلميك ترنسي وامجا معنا كانت يكلنا لبيكا امجر كسيغة مشكلة كاني حديث او سيغة ليك مشكلا بيويستا شكل يان بيبدا، يعني حركة يان بيبدا سروجيري يان بوبكا سيغة مشكلة كان بتايبت نا على مكان ناوي اعلى مكان ناوي بياوة كان جنا كان وتا على مكان اواني كناوي اشخاص اوانا بتايبتي سروجيريا بوبكات بلا اري التباس امين بلا التباس روندا شن لاس لانها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها شن كاعلى مكان وكنت فعل فاعل كان نيه سروجيريا كان يعني بزانري اعلى مكان بما قبل وما بعد نازاني اما عمرا عمرا ابي حتما او يبو بكريت عمرو عمر اگر وقيل دواي عمرو عمر عمرو دانن ريت عمرو عمر جنابته، يعني با با بصيغه يقلا بيرشو على دواء ودي جناكته اوا باش ابرام كابو بي اواني بو بكري حتما سروجيري على مكان بدريت او معمر يا معمر مثلا اذا تو اگر معمر سروجيري بونكي نازاني معمرة 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 مجل على ما تأثيره كان، وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة أبي خطك شي واضح به أو كاتبة، يعني نسينك نسينك واضح بيت ببي قواعد خط ببي قواعد خطك مشهورة، يعني شي واضح به خلق بناسيته قاعدك خاصي خط نبيت خطك تايبت كبخوت وهم خلق معلوم به الشواذ، وأن لا يصطلح النفس اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس نابي بو خوي زارا واصطلاحك تايبت دابنك خاصي خوي بيت بالرمزك كخلق نيناسيت أبي الرمزكان لا علماء لا أهلي حديث رمزكان ناسرا ومشهور بيت باشا رمزك تايبت بخوي نبي كزليتي نقاح الخوي بزاني الله يسينا وكتبك يا مثلا حي كي دانا منظوري تشيا عيني كي دانا منظوري تشيا نابي او بي ابي لو اشتانا بك مشخص معين لاي علماء. وينبغي ان يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره بيويستا ابي باريس غاربك لسر نوسيني لفظ صلاة والسلام لسر بيغنبر عليه الصلاة والسلام حركاتك ناوي دي لحسك انا حر لهبر حر ناوي كي پیغمبر ده عليه الصلاه والسلام يا بالضمير يا باسمي ظاهر يكسر شي صلاه والسلام بنسيتها. ولا يسأم من تكرار ذلك، يعني وينبغي ان لا يسأم من تكرار ذلك ولا يتقيد في ذلك بما في الاصل ان كان ناقصا ابي ما عنده نبي لتكرار كبنوي او صلاه والسلام سر پیغمبر عليه الصلاه والسلام ما عنده نبي خاصتنا بيت ومقيد نبي بأصلك وأجر ناقص بو، يعني أو أصلك للريو أنوسيتو نبي حريق للريو أو بنوسيتو أجر زاني أصلك الناقص لصلاة وسلامك ياتي أو بخوز يايك إلا شوينك صلاة وسلامي بكار نبردوا بخود بكاري بري.
وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل. فهذا الشيء سنا إخوائي قولي سبحانه وتعالى وكم لفظي عز وجل لبرنا مكاني الله دا جل جلاله مكان برد. وكذلك التردي والترحم على الصحابة والعلماء بهما الشيوة دواي الرزايات كذن بو صحابة ودواي الرحم بزي بو صحابة وعلماء يعني رحمه الله رضي الله عنه أوانا لبير نتشت أوانا أدبي علماء أدب لبرابري علماء. ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده مكروها تنها كرتي كاتو لسر صلاة يا بس سلام بتنها مثلا بلي عليه الصلاة يا عليه السلام أو مكروها عليه الصلاة والسلام يا صلى الله عليه وسلم. كما يكره الرمز إليهما بصاد مكروها الرمز بإشارة الصاد يقبنوسي أو تنبلي قينيت ونحوه مثل صلعم أو أجدسان صلى الله عليه وسلم يعني أرى بنوسي صاد لام عيميم أمش مكروها. وعليه أن يكتبهما كاملتين كاتبي حديث أبي صلاة والسلام بكاملها دكان بنوسي صلى الله عليه وسلم وكل أكتب حسا كان عيبينا بلالا كلا أبو كاتب أي أبو غير كاتب فرغناك وأنوسي توا أوش قوي لي يا هروها بأمرش أو يقول لي بصلوات صلى الله عليه أو أنوسي لها شوينك صلى الله عليه وسلم نسأل فيها غنبر عليه الصلاة والسلام ده بيه بالنسية أما أنا مجموع تهوي ديارة لا مستنبتا لأحاديث في غنبر صلى الله عليه وسلم كتو نابيني صلواتك لفي غنبر عليه الصلاة والسلام وارد بيه بمشتانا بمشي واضح صلى الله عليه درابي عربي كم مخالفة كردني أو لبيغمبر وهاتو عليه الصلاة والسلام يا كم أبلي يا كم أخوي مكروها يعني نابي أو بكي يعني مخالفة بمعناته صلواتك أنها توقود جورك بكاري بري وارد نبو لسنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام شو وزانان جسر أما كون بينزم المقابلة وكيفيتها مقابلة وكيفية مقابلتها مقابلة وتمان يعني شي مقابلاني برابر بأصل كردن برابر بأصل كردني كتابتك خود لقل نسخة أصلية كيا يعني أويك أي نسخة لقل نسخة أصلية كيا برابر يعني كيتو. يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه واجب لسر نوسري حديث دواي أويك لنسينك الليبو يو توابي كرد كتابك خود لقل أصل شيخك يا برابر يبكات يعني أو أصلي كلي ورقرتوا فاشا مثلا بون منك صحيح مسلم إلى الشيخ ورقرتوا نوسيتي ومشافهة لي ورقرتوا دعائي كالتواويكر بين النسخكي خوي لقل نسخي شيخك يا برابر بك أزانا كمزياديني أزانا وكيك هاتنته. ولو أخذه عنه بطريق الإجازة هرشن بطريق إجازيش لا شيخك يخوي وري قلت به شيخ إجازة في دابلته أمر روايتك يعني هر واجب هناك يبكى أو مقابلة يبكى توجع أمزار أو بكات. وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميح تسميعي شوازي مقابلة كتشونة شوازي برابر بيكرنا كتشونة أو تاني ك طالب او كاتب بابلين نسخة كي خوي شيخ ايش نسخة كي خوي لكاتي تسمع لكاتك الشيخ بابلين قراءتك اكابوي نسخة كانيان بقرن يكي كان بيش لونتو اوتيان سيريبكا يعني طالب نسخة كي خوي بخونتو شيخ ايش قيلة بقرن لر نسخة كي خوي باشا أو لنسخة خويا قيلة أميزانة هموك أو نسيوتي أنا كمزيين يا. ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ
كفايتك أم مقابلة خوش نيكات يعني كسي كتير بك سيقيك متمانا بيك رايك بلي مثلا خوي بلي كاتم نية تو بينا أم مقابلة بك يا تو بيقرت ما شايفك كسي كتير سيقى به جالكاتي قراءتك يا بي يا لدواي قراءتك يا بي لا الشيخ إخواني يعني دواي أول نفرك سيقي تربيني أم كتابي أم تنسيبيتي تساوي لي بكاتو شيخ إش بيخونتو يا أم بيخونتو شيخ بابلين قوي لي بقري خوشيني كهربي هروكو شون كفايد أكا برابر كردني أم نسخيا نسي لقل نسخة أصلك يا برابري بيبكا لقل نسخة كي فرعي ترى كأيش هر فرعي كي ترك الأيش هاتو أو بلام أو مقابلة بيكردوا باشا بل أو كالك إنجام دا أو مقابلة بيكردوا لقل أما مقابلة بيبكا أو شهر بيت نسي لقل نكي أصلي شيخة مقابلة بك نسخة كي أم بيني بيكو هنيان كوزاني وكو يكنيان اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها كومالك زاراو اصطلاح لنسينوي ألفاظ أدايا أو ألفاظاني كباسمان كده كده لو بيش حدثنا وسمعنا أواني كباسمان كده أنبأنا وأخبرنا وأوانا كومالك زاراو هيا غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء غالب بسر زوريق لنسراني حديثا كأسنتنها بالرمز يعني لألفاظ أداء حديثا كومالك شتي رمزي بكاربا اترتوا أو كلمة كاني أداء نانوسنو مثلا سمعنا حدثنا بتواتي نانوسنو مثلا ثنا باشا فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا ثنا أو نا باشا بوشي وازد أزو اكتبات ديوتانا كبوشي وازات والاكتبة حديثة كان مزيو بنوسي حدثنا على ثنا نا أخبرنا على أنا يا أرنا يا أرنا باش بوشي وازا أرنا البتا تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يرمزون له بحاء تحويل داني سندك بو سندك يعني لسندك وبسي بو سندك لصحيح مسلم اللي يكم حديث صحيح مسلم لباب إيمانة كتاب الإيمانة بوشي ودس بيه كردوا سندك دس بيه كاد جاتا قاتي بيه كالتي وابدما كتا كهمس وابزان مقا كهمس دي حيك دانا باشا حيك دانين شي تحويل يعني ام سندك بابوسي اتشيد السندك يتر دينيت بس سندك يتر بلعم رأي الصحابة كيكا كو ببشيد بيه متابعة شوازي متابعة هاتوا أم سندي هناوا دعي سندي كتري هناوا هر ظلام صحابي كيكا كي كي. هل كتاب الإيمان لأولي أول الحديث لابو شوازا هاتوا لا صحيح من يا كم حديث رازي قضاء قدرك لا صحيح مسلمة لا حد سكر لك يولا يحيى كري يعمر عن يحيى بن يعمر دفرمتي كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني لباسي قدرك حد سكتا آخر بلا بوشي وازا أم سندة تحويل دا أستثال سندة كيتر أمزان ليا كلمة حاء هاد دشبيونة كابين تاني يعني جي يعني تحويلي إسناد وينطق القارئ بها هكذا حاء خوانر بمشي واحد إني بيكا تلفوزي بيكا نال حي على حاء حا أما بمشيوة جرت العادة بحذف كلمة قالا ونحوها بين رجال الإسناد خطأ وذلك لأجل اختصاري لكن ينبغي للقارئ خطن بها وخطأ غلطة خطنية برجوانة وخطنة وذلك لأجل اختصاري لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك فينبغي على القارئ أن يقول قال أخبرنا مالك كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا مثل عن أبي هريرة قال فينبغي للقارئ أن نطق بأنه فيقول أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب
عادتي زناني حديث محدثين وهات وجاري ويا كلمي قال حسبك قال يا نحوي أول لبين الرجال إسنادك يا خطا حسفي أكن لنسينا حسفي أكن ناي نفسن بس لقراءتها هيا أو لبر شيخ حسفي أكن لبر خاتني اختصار لبر خاتي من التولانين به لنسينا حسفي أكن ملام قراءتك لي كسيك أي خوانتو بيويست تلفظي بيبكات مثلا رأي حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك فانيا اتر اما كلمه قا تشي حدث عبد الله كر يوسف التي علي حدثنا عبد الله يوسف عبد الله بن يوسف اتنار قال اخبرنا مالك بلام لويا لخو النوايات ياتي يعني نسيوا بس لخو النوايا بخن رتوا يعني تو كي خوين تو بلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك او قال اخوت لقراءتها بخنتو أكو عادتي عندي سان بوشي وهاتو كحسب أنه وكلا آخر إسناده أو يشل بر اختصار مثلا عن أبي هريرة تي أنه قال بلا أنه وكلا بر اختصار حذف كلاوة جاءوا كسيك إخوانتو بيويس النطق في بكابل عن أبي هريرة أنه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب مجد بسية بويلة من جهة إعرابه صحيح بكلامك باشا دي براك شلنا من مثلا أبين لنزلي إعرابه حدثنا عبد الله بن يوسف أم أخبرنا مالكنا مقولي أو قولي مقولي قالي أجر تلفظي بينكين أو ديارة غلطة بيت الرحلة إلى في طلب الحديث كواش كردن وقران بو طلب حديث ولات كردن بشوين حديثة لقد اعتنى سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير زنياني لسلف صالح اعتناو اهتمام ارزشك زوري اندانا وبو حديث بشوازك واك بيوينية عنايتك وان بو حديث دانا وك بيوينية وصرف في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل لكو كرنوو ضبط حديث نوسي نوو ثبت كدني حديثة هول اهتمامك وان بداوة وهولك وان داوة لبناوية وكاتك وان بصرف كردواك لواني عقل إنسان باورنكات كتن قراونس كعالم هبوا بمدى يكمن بفياد الرشتبو يك حديث كيانا لفلان جيك حديثة يعني بيستويتي بو او يك حديثة مان جيري كردو ببيادة يا بولاخ ووشتر روشتو تاقشو تلاي وعالمو وحديثة دي بالقلو هنا بيتي سيئما بس ماشين وبزينيش بطيارش حاضرني نقر بتواني بهن بي يعني بتشين بشين مساليكي بتشوق لمسائل علمي ياك نك مسالي بتشوق شتا قورا كان كمياز مان بيتي فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد دوايا ويكيك يقلزانا حديثي كوكروتو للشيخ كاني ولاتي خوي باشا إن إتر حديثي نهيشتو لشاري خوي أو جار كوشي كروبو ولاتاني تر بو أقطارك تر بو ولاتانك تر نزيق يا دور بوشي بو اوي كوا احاديث يكيش كالقلاي شيوخي اولاتاني ترى اوانشكو كاتوا ويتجشم مشاق السفر بلا ليأخذ الحديث من شيوخي تلك البلاد بلا ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس راضية أبيني أم شخصا توا يعني تي كردوا تحمليش مشقتكاني أو سفري كردوا ناخوشكاني سفري كردوا والسختي جياني تحمل كردوا بنفسك رازيو بدرونكي طر للرزا من ديو ببيئوك إزهاري نارزايتي ونارحتي وناخوشي بكات بو طر للرزا من دي درونوا رجتوا بلد سختي جيان
وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. خطيب بغدادي كتاب كيبو ناوهاية الرحلة كوتش كردن قران بشوين حديثة، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان، يا ما يعجب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة، أو الشيقة يا شائقة يا بلى بلى الشائقة يا الشيقة، فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، شاحذ لهممهم، مقوي لعزائمهم. جاء فرمي اكتبي كوكوت اللي اخبار صحابه وتابعين ودواي اوانيش كتشون بشون حديثا قراون رحلتي يعني كروب وطلبي حديث او اشتاني اللي ويا كوكروتو امامي بغدادي خطيب بغدادي بشيوازي كإنسان قوي لي ابي تعجبك يعني سري سر امني انسان ام زاني انا شون ام هم والله تقراون شون ام هم ونارحتي يعني تحمل كردوا جاء هركسي في خوشا أجري لو أخبرنا بأخبرنا أو أخبرنا كتشويق كري إنسان شائقين إنسان تشويق كان براسي شوق بإنسان دن بابشي أو كتير بخونة توا شن براسي يعني طالب علم كان نشاط في أداء نشاط أداب طالب علم كان أو جار روحيا أنت يا قوية كانت همتي أن تيجك أتوا شاحذ لهممهم يعني همة إرادة أن تيجك أتوا وعزيمتي أن لسان إرادة أن قوي بهي زكاة كبراسي إما هيس ما نكر دو أبو أم ديني إخوائي قولة سبحانه وتعالى هجرت ما نكر دو أبو طلبي علم لبنا إخوادا بوشي وكأبي ببيت. هشتم أنواع التصنيف في الحديث جوركان تصنيف الحديث يجب على من يجد في نفسه المقدورة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه. بل واجب لسر كسي كوا تواناي هيا لسر نوسيني وتصنيف كدني حديث وغير حديث علم كانتر هستي وتصنيف بكات شد بنوسيت أو كتواناي هيا علمي بيا زانياري بيا نقهر بيني لم كتابة بكاتة وكتابة يتر علم فقه لراسي دا أويلي والبكيلة أمش بوشي بو أما بو لجمع المتفرق يلبتا أما كاركي باشا بو كوكرنوي شي متفرق أو أحد ثاني كبربلاون مثلا كسيك بينك بيني لبابك كان الدينة هاتشي حديثي كي لها مكتبة كان كويكاتو أما كاركي باشا يعني أما يا توضيحي صيغة مشكلة كان بدا مثلا كم حادثي مشكلة هي مثلا معنا كان نازان رين بو خلق بين التوضيحي أو أنا بدأ لشون كا لكتابة كابين وسيرتوا أو أنا كترتيب نكرا مرتبني مرتب يعني كا مثلا بترتيب أبواب بترتيب مثلا يا أبواب فقهي يا بترتيب مثلا أحاديثي أكو حالتي مسند بكون مسند ترتيبي مثلا صحابة بترتيبي تابعين رجال كان بوشي رازة يا أو أنا كفهرستيان بو نكرا بفهرستيان بو بكات كا في هرس كذن خوي يك كلا أشتاني كوا أبته هو كاري أوي كا آسان كاري أكا لصر طالب كاني حديث كبا آساني استفادة لي بكن بآسار ترين رجع وبنزيك ترين وكم ترين وقت بجي أو أوهم وبقرة بناوي كتاب يك لو برتا أو بر صفحة كان لي باب مطلب بقرة أجر في هرس تكد بوكر فصفحة كوا خيرا شاوي لي كاو شو أنا كاد وسط أوهم وقتها صرفي أو ناكا شنو وقت كشتنا براسي قال الإنسان بيني أو هم وبشيل مطلب كان أنا وكتير بكيا صبح بصبح بقارت بلام با أو طالب علمك أو كسيك أنسي لحديثة لهرف علمك ترى فيج أوي كوا كتير بكي بالافتبك باكي كاتوا زبتي كا سبتي كا
يعني هلكاني دركات فيش او با خوي بارز اللي دركني كتابكي يعني الناس يكسر هر نوسي وخيرا كتابكي شابكا ودريكا با بيداس شنوي بيابكا قبل تهذيب يعني قبل زو بالوف تيفكات وتحريري بكاد جوان بجواني بنوسيته وهلكان يدركا وضبطيكا وجوان حفظي فكا فيش او درينكا كتابكا پاکو خاوێنی بکە غەڵەتەکانی لابەرێ کە مکوڕیەکانی نوقسانیەکانی ڕەفعکات ئەو جار ئامادەی چاپی بکات و حتا ئیمکان بێت دەستی خەڵکانێکی زاناتر لە خۆشی مراجعەی بکەنەوە بۆی وەلیەکن تەسنیفه فیما یەعم نەفعه وتەکسر فائدته با نووسینەکەشی لە چیا بێ لە بابەتێکا بێکەوە نفعی گشتی هەیە بۆ خەڵک فائدەی زۆرە لەو شتانە نەبێت کە فائدەیەکیان نیە هیچ یعنی فقط کتێب پڕکردنەوەیە کۆمەڵێ مەسەلا ئیختلافاتی جوزئی فقط بێنێ ئینیان کە ئیسارێکا لە ناو کتێبەکەیە هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي زانا يعني حديث بشكلها وجور هاي متنوع وجورا وجور كتاب حديث كان يعني نسيوته أبم شوازاني خوارا وكم مشهور ترين يعني يكم الجوامع جامع كان جامع الأحاديث مثلا جامع شيا الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والرقائق الرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل الجامع الصحيح للبخاري جامع ويك نوسركي هرشي باب كانت يكو أكاتو لعقائد لعبادات لمعاملات لسير وجهات يعني لا سيري صحابة وبيغمبر صلى الله عليه وسلم هم أنا أبواب جهاد مناقب يعني باصي فضيلة كان كتاب الفضائل رقاق من مسائل أخلاقي باباتي أخلاق فتنة كان باصي فتني آخر زمان أمزار أخبار الروج قيامة هم يتياكو كاتوكو جامع صحيح إمام بخاري هم يتيايا دوهم المسانيد مسند كان شيئا المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل أويك مرويات هر صحابيك بألا حدا بجيا تياكو كرابتو أما أم حديثانا مرويات مثلا عبد الله كري عمر باشا أتبا بي أوي سرنجي موضوعك بي بيون دي موضوعك بتشيوي حدثك باسي تشيكا نحمو بابتك ديار العقيدة الأحكام رياتك هاد شي حديثي أو صحابة مزيايا هين كراوتو كوي كراوتو ديها أوش أوش سننا كان شي وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه سننا كان لسر أبواب الفقه نسراونتو وكو مثلا بدأ بالطهارة دس بيكا بالطهارة أو جار بالصلاة أو موشي وزاروات لتكون بوشي أوان كردوا لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام بو أي أمسنا نانا سرچاويك بن بو فقه كان لاستنباط أحكام يعني بو أويك فقهاء بتوالا استنباط أحكام لم إنا نبكن لم بابا نبكن وآسان بيبو يعني وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك جوازي لقل جامع كان أويك لا لسنن كان دا بابتي عقيدة وسيرة ومناقب وغير أواني تيانية فقد ما حسي تشي أحكاما بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام بل كتنها أبواب لسربك أبواب فقه هاتوا وأحاديثك في وندي بأحكامها هيا وكو سنني أبو داود معاجم تشي المعاجم المعجم كل كتاب معاجم جمع معجمة كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا هجاء غالبا حروف الهجاء معجم كل كتابك مؤلفك هاتوا لودا بترتيب ناوي ما مستاكاني خوي
أسماء شيوخي خوي أجب ترتيب حروف ألف باء توتي غالبا وعكا شي كردوا يعني حديثي بوشي وهنا مثلا فلان شيخي خوي بلا وادينتو أو جار بترتيب حروف ألف باء حديث كان قالت كو معازم ثلاثة إمام طبراني سي معجم إمام طبراني وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير حديث كان يستبقي حروف ألف باء فقدنا الشيخ كان والله أعلم بحس كان هلا سر مهنا سر وابزان أيش اللي سر هني حروف ألف باء سرتا حد سكان بوشتي وتسبيه كان العلل علل شيا كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها أو حديثانية كمعلول علتي أنت يا علل بكتبان أعلن كأحاديث معلوليت يايا لقلوا بياني علة كانش كلا علة أم حديثات شيا وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني أمزل أجزاء شيا الجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري جزء يعني هر كتابك شكولا كلو كتابدا مروي كان راويك يقراوي در راوي كان حديث تياكو كراوت باشا يعني يقراي مثلا تو ابن عمر بكار بهاتي مروياتي اول وياكو يكروتو امجار يان لويدا بلين جزء بودلين ك حتشي احاديث يك لموضوعك هيا لموضوع مثلا طهارتها يا بون منا هاتشي احاديث يك هيا لو بابته نايتي وياكو يكروتو على سبيل الاستقصاء يعني مثلا التفصيل باشا بلا يعني بالتفصيل بالشوازي تفصيل اكو جزء رفع اليدين لصلاته باشا بالعجان أطراف شيا الأطراف كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته مثل ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أطراف يعني هر كتابك دان ركيها توا قوشيك لحديثك داناوا قوشيك الدليل لسر باقي كشي يعني بشيك لحديثك باسكتوا كلو بشو بشكي تريشي أزان ريخ دعاي دينيت شيكا سندي هرمت نقلمت نكان دينين ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون سندي هر متنك لو متنانك تيدا بكا بمتن حدث كان هنا يتي جاء إما مستوعبا يا بتقشتي يعني حد شي سندي هيا مستوعب يعني بعمومي حد شي سندي هنا يتي يان أيكا أو مقيدا لها لبعض الكتب يان سندا كان مقيدا كان بعض الكتب مثلا هر شي سندك لا مسلمة هاتوا بهم حديثة بوش شواز يعني كده حسنا كده حسنا حموس سنة كان جاء حموس سنة كان يبقى مطلقي يعني حرشي سنة دي إلى حرشي كتابة يا فقه مقايبة كتابك على هاتش سنة صحيح مسلم مثلا أقول تحفة الأشراب معرفة الأطراف كإمامي مزية جيد أنا حدوني أنت أنا دعنا متنا كان هيك حديث دنيا تدي مثلا إذا كان يتولي بالكاملين إذا كان آفرين آوا حموس سنة كان يدينا جايا وتمان حموس سنة كان بنسبة كشتي كتابة حدثة كان يا بنسبة يكتابه المستدركات كمش ما خندوها المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على الشرط مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم أوقو نياز بتشرحك بلي من منزول أحاديثة مما فاتته بله الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته يعني هنا شن معنى منزول أحاديثة باعتباري أبا المستخرجات مستخرجات شين
المستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول أمش من هرخ عندها وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل المستخرج على الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني